تعالى يا ابننا طارق. مش ضدك يا لبنى، والله العظيم انا مش ضدك، بس اي حد مكاني لازم يعرف انت جاي منين ووراك ايه. لا مش هتمشي، خليكي، وانا هدور لك على عمك ده تاني بجد. ست بقضي مصلحة هخلصها واجيلك. سلام. ايه يا كبير؟ الواد قاعد بقاله نص ساعة جوه. ليه؟ هو بيخترع ذرة ولا ايه؟ انزل بص عليه يا كابيلو. الواد ده انا مش مرتاح له من ساعة ما شفته. كبير، الواد دورت عليه جوه ما لقيتلوش اي اثر، ولقيت العماره ليها باب تاني. يعني الواد ده خلع مني؟ اركب. اسمك انت؟ اسمك ايه؟ قولي قولي. لبنى. يا حاج شاهين اصحي يا مها. قومي يا مها، لبنى اتكلمت. انا حلمت انه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وانقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره، وبعدين انا قمت من النوم مفزوعه. طب قوليلي، كان في دم في الحلم؟ مش فاكره. دم ايه انت يا رهرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. الف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله انا فرحانه ان ربنا استجاب لدعائي. شوفي انت بقالك اهو شهر ويمكن اكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاه صليتها الا ما بدعي لك ان ربنا يشفيكي. انا هقوم بقى اصلي ركعتين شكر لله وادعي ان ربنا يتمم شفاكي. يا ستي ما جوزك من ساعه ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي لها. استني بس، بصي بقى واحده واحده كده
احكي لنا انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام لك. انا ابويا الله يرحمه كان مدرس انجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. ايوه انا هفتح الباب، خليكي. يا غنوة يا حياتي، غنوة يا حلاوتي، غنوة يا غنوة يا غنوة غنوة يا حياتي. ايوه فضلتي حياتي. ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام؟ خير خير. يا اختي معامله كشاف الكهرباء دي، مفيش. اتفضل يا فاضل. نشرب قهوه، نشرب شاي، نعمل. سوري. اتفضل يا فاضل. بس اصل انا كنت لسه لابسه وخارجه، بس عادي بقى، انت مش غريب. اتفضل. لا هقول لك على حاجه، عشان انا راجل كده وجاي لوحدي، وانت ست لوحديكي ساكنه في الشقه الطويله العريضه دي، فبلاش، لحسن الناس يتكلموا علينا. ازيك؟ عامله ايه؟ كويس. كنت عايز اسالك على حاجه. انت تعرفي ابو هناء؟ طبعا. ماله؟ ابو هناء ده صاحبي الروح بالروح، حبيب قلبي، بموت فيه كده لما يتنرفز كده ويبقى جامد الجامد. اتصل بيا النهارده طالب مني معروف. وانا مالي؟ لا مالك، مالك يا حبيبتي، قوي مالك، قوي كمان. ابو هناء ده اصله امره يهمني قوي 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 قوي، وبعدين هو مش طالب منك انتي حاجه، هو طالب بس كل اللي عايز يعرفه، عايز يعرف مكان فيتون فين. فيتون ايه وزفت ايه يا فاضل؟ هو انت مش عارف ان انا خلاص قطعت علاقتي بيها؟ مش هي دي اللي جرجرتني على الاقسام وبهدلتني وجابت لي البوليس لحد البيت؟ فاضل، هو انت مش في يوم جيت لي لحد هنا وطلبت مني اخدك ونروح لها وانا اللي رفضت؟ يا اختي حصل. امال بتسالني عنها ليه؟ بقولك ايه، هي الزفته دي عملت ايه؟ لا ما عملتش لا سمح الله، هي ما عملتش حاجه، بس اصل يعني حوار كده، جوز اختها اسمه راشد قتل واحد من رجاله ابو هناء، حاجه كده، كلهم رجاله في رجاله في بعضيهم، خناشير كده وجو ملزق، انا ما بحبوش، عشان كده يا اختي جات لك. فضلتي حياتي، احنا اصحاب، بلاش نلف وندور على بعض. من الاخر كده، انت عارف ان الاشكال دي لو مامي وبابي كانوا عايشين ما كانتش هتقدر تعتب هنا، وانا اللي غلطت اني عرفت الاشكال دي. يا اختي عارف طبعا، مامي هي دي ايام تتنسي؟ طب يا فاضل، الشقه عندك، دور فيها ولقيت فتون تبقى خدها يا اخويا في ايدك وانت نازل. يا حبيبتي لا، مش للدرجه دي، ما تاخدينيش قوي كده في الاجريشن، مش للدرجه دي يا حياتي. انا بس كل اللي كنت عايزه اقوله لك انك يعني لو اتكعبلتي فيها في حته، اتخبطتي فيها في اي حته بتاع، تبلغيها ان انا عايزها ضروري، وتقولي لها كمان ان انا هخرجها من كل الحوارات دي، حتى الحوار الرفيع بتاع ابو هناء ده هخرجها منه كله. بدل ما تخرجها هي، اولى تخرجني انا، لان انا اللي صاحبتك ودماغي وجعتني من القرف ده. لما تشوف فتون تبقى اقول لها ان انا بقول لها كان يوم اسود يوم ما شفت وشك، ومش عايزه اعرفها تاني. فهمني يا فاضل؟ يا اختي ايه الاجريشن ده؟ خلاص بقى، الراجل طلب مننا معروف واحنا هنقدمه له. هبقى اكلمك. باي باي. كده يا غنوة؟ كده يعني بتقولي له خش فتش؟ يعني لما يفتش ويلاقيني وياخدني يعني يرضيكي؟ ده فاضل، فاضل يفتون. خشي يا اختي خشي.
ياريت أبويا كان لسه عايش. حاجات كتير كانت هتتغير. أنت عارف لو عرفتني وسط أهلي كان ممكن. ممكن إيه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن أرفضك مثلا؟ بعدين بقى. بعدين في إيه؟ فيكي عاملة زي ما تكوني طلعتيلي من تحت الأرض، بقالي شهرين مورايش غيرك. هو أنا مضايقاك قوي كده؟ أنت فاهمة أنا قصدي إيه؟ لا مش فاهمة. أنا بقيت مركز معاكي في كل حاجة، عايز أعرف كل التفاصيل عنك، الحلوة قبل الوحش. الدنيا دي غريبة جدا. أنا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن إيه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانية ويمكن أحسن مننا كمان، أو كنت شفت شر كان هيأذيني. أنا عارفة إن أنا مش هقعد معاكوا هنا كتير. أنت عايزة تمشي؟ لا أنا عايزة أفضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو أنت ليه عملتني كده أول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي أنا فيه دلوقت. اللي هو إيه؟ لبنى يلا انزلي، عايزين يلا جايين. أنا هنزل تحت. ابو سمرة انا ايه بس عديلي كده. انا ايه، انا جيت صدفة على المراشة. صدفة هنشوف احنا الصدفة الحلوة دي. هنشوف عم راشد، انا ما عملتش حاجة عم راشد. ما انا عارف، انا امي هي اللي عملت، امي هي اللي عملت اصلا. انا جيت بالصدفة عم راشد، ما انت عارف. ايه انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مفيش، انا كنت جاي لك عند غنوة لقيت الباشا قاب بالصدفة. بالصدفة؟ لا يا اخويا مش بالصدفة، ابو هناء بعته يرقد لي تحت بيت غنوة، لكن انا بقالي ساعة بلففه على كعوب رجليه. طب ما تنتهى كده وتقول لنا ايه العبارة بقى. انا عم راشد، انا بنفس كلام المعلم عم راشد، ما انت عارف. شفت اهو. طيب تاخد بعضك بقى وتمشي وما تبصش وراك، وتقول لابو هناء المعلم راشد بيسلم عليك. تمام؟ اوامر يا عم راشد. تيه اوامر. تيه اوامر. غور في داهيه يالا. تعالي سيب ايدي. الله يا ولية، تعالي في ايه يا راجل؟ بقول لك سيب ايدي في ايه. الله، لا يا حبيبي الغلط اوله من عندك. شهيرت مراتي شغل وانا قايل لك انها في حماك، وراشد راشد كان لازم يهرب. يعني انت وابن عمك اكلتوها لي يا علي يا غور؟ لا يا ولسي، لا يا ونسي، ما تقولش كده. ماشي يا علي يا رب، انا هعمل الاصول وهديك 3 ايام. انا عارف ان هم هيكلموك. لو اللي ليا ما رجعليش يا علي يا روحي، هيبقى ابن عمك ومراتك واللي يشدد لهم في ذمه ربنا. انت لو كنت عارف تجيبهم كنت هتكلمني. الخط قطع. متشكرين يا عم. اي خدمه علي، ولما اتكلم تاني هبجيب لك التليفون. مش هيتكلم تاني. غور على امك انت وهي. Thank you.
عمنا حبيبنا. ايه يا عم خضتني فين؟ والحساب بس عشان بنقفى الورديه. كام؟ 36 جنيه. ايه يا عم ده 2 شاي و2 قهوه وعصير. ما هو 2 شاي و2 قهوه هنا وعصير ب 36 جنيه. ايه؟ نقوم نمشي هتقفلوا ولا ايه؟ يقفلوا ايه احنا العصر؟ احنا هنا شغل 24 ساعة، أنا بس يعني بحاسبك عشان خاطر الشفت الجديد. وبعدين بقى في الغلط ده يعني ايه يعني؟ شفت حضرتك أنا شفت اللي هي وردية وردية. طب يا أخويا صحيني الشيفس اللي جاي. هات 4 جنيه. 4 جنيه؟ حاضر. بكره الصبح ان شاء الله في 2 موظفين عندك على الورق، بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم بخدمه النسر. ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهاده ميلاد وبطاقه عادي؟ اصلها ساقطه قيد. هنخلص 10 وننزل على طول. لا على طول ايه؟ انت هتستنيني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شويه حاجات. لكن العجيبه بقى ان الاستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب اولا بقى انا مش نازل معاكي، انا نازل اشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. ايه ده انت شرق؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك، كان عارف يختار منهم واحده يتجوزها بلا خيبه. سامعه؟ قولي لها اختك وتهزر معاك. اختي قولي لها حاجه. انا قلت احسن. لا خلاص كلت، حصلني عشان عايزك. لاحظ حاجة غريبة يا طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش إنك تفكر. بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة وإحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. بالصلاة على النبي يا استاذنا، الايجار المفروش ده ليه شروط، وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحدة ست. ايوه ما انا مش هبقى معاها برضه قوي يا عمنا. راشد ده يبقى ابن عم جوزي، يعني زي اخويا بالظبط، هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني. ما يضرش، بس صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مهنة السمسرة دي اهم حاجة فيها السمعة، وانا راجل سمعتي زي البرلاند، والناس مالهاش غير في بورق. اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض. يبقوا حاجه من الاثنين، يا اخوات يا متجوزين. متجوزين رسمي زي الفل، متجوزين عرفي ما يضرش، من غير ورق ما عنديش شقه مفروش. طب والله يلا نبيل لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاك حق. وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. ايه؟
بقولك هتجوزك، انت سمعتيني؟ انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان، ولو فضلتي متنحالي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى؟ مفيش حاجه يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباوه هتشوفي كمان. هتتغبى؟ انا خايفه، خايفه اللي اعمل لكم مشكله كبيره في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقه دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقول لك انا هتجوزك، تقولي لي بيت ومشكله؟ يلا يا ماما، يلا يلا. وابوك؟ ابوك مش هيوافق. مش من حقه، بقول لك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا. دول 50 جرام. هات يا عم، في ايه؟ يعني 9000 جنيه. 9000 جنيه؟ لا احنا مش معانا المبلغ ده. لا، ما انا عامل عليهم اوفر. اوفر؟ اوفر عامل عليهم عرض يعني يا راشد. ب 6000. 6000؟ طب راشد احنا ممكن ناخد نصه؟ لا ما ينفعش، هو الاوفر عليه كله. طب معاك كام؟ انا مش معايا غير 2000. وانا معايا 1200، يبقى كده الحساب 3200 اللي معانا. بص يا راشد، احنا ممكن نديك المبلغ ده ويومين ثلاثة بالكتير قوي، ونديك بقية المبلغ. ماشي يا باشا، انتوا حبايب، انا عينيا ليكوا. اوكي تمام. انت كويس يا راشد؟ ها؟ سلام يا راشد. سلام. تمام. طيب سلام. سلام. بتجارة ايه؟ والله ما ينفع اللي انت عامله في نفسك ده يا اسطى. قوم احلق دقنك. بتحايل عليه بقى لي يومين. قول له يا عبد العزيز يمكن نسمع كلامك. الحاج عامله ايه يا صلاح؟ الحمد لله في خير، بقيت احسن شويه، بس اني بقى زعلان منك. عامل زعلان وما سالتش عليها ادي لك يومين. حاجه لا. بقول لك ايه يا اسطى، هو انت دفعت القسط الاخير بتاع العربيه؟ منين بقى؟ طب هتعمل ايه؟ هبيع التاكسي القديم. لا ما تبيعش حاجه، ربك هيدبرها باذن الله. هبيعه يا صلاح، ما عنديش حل تاني. طب لا مؤاخذه في السؤال بقى، انا هنزل في الورديه الجديده؟ بتستنى لما ندفع القسط ونخلص من القصه دي ونتنيل يا عبد العزيز، نشوف بعد كده هنعمل ايه. هو ده وقته؟ ربنا يلطف بيك يا اخويا، ربنا يلطف بيك. مصيبه كبيره ما كناش عاملين حسابها. منك لله يا بعيده، منك لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. يا ساتر، فيه كده في الدنيا بعد العمر ده كله والشيء بدأ ايه؟ كل ده يحصل لنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. تعملي ايه يا مجنونة انت؟ اقفلي الشباك هتفضحينا. اتخنقت. شوف انا قاعدة هنا بقالي قد ايه، عايزة اشم شوية هوا. طب اقعدي شوية. ما تشمي هوا هنا احسن ما تشمي هوا في القسم. ما انت عارفة الحكومة وانسى قلبين الدنيا عليا، ده غير البلاوي، تعدد زيجات وزنا محارم. زنا محارم ده ايه؟ انت صدقت نفسك؟ ده هما ورقتين عرفي مضروبين، انت هتوديني في نصيبة. احنا ناقصين مصايب، مش كفايه البلاوي اللي احنا فيها ده، انا هربان من اعداء. وانا مالي يا اخوي؟ وانا كنت قتلت؟ ما هي غلطتي. وانت هربانه 3 كيلو بودره. خلاص بقى، خلي كل واحد في غلبه. كمل يا اخويا كمل. وانا جوزي في السجن، وانت مراتك طفشت منك. مراتك اللي هي تبقى اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، اللي انا عارفه هي بتاكل ايه.
ولا بتشرب ايه ولا عايشه ازاي يا قلبي. على فكره بقى انا مش انانيه اهو النعمه، انا الدنيا هي اللي ملطشه معايا، بتوقعني في الطباط رايحه جايه، مش عارفه هتخلص على ايه. هتخلص هتخلص والله، هتبقى زي الفل. احنا نبيع الحاجه ونقفش الفلوس ونبقى في السليم، بس لحد ما ده يحصل نبقى بين الاربع حيطان. طب خلص يا اخويا، بيعهم كلهم على بعض. ما ينفعش، ساعتها انسى هيسم خبر، لازم يتباعوا كده قطاعي. قومي انت بقى اعملي لنا كوبايتين شاي قبل ما نظبطك جوب عظيم. هو انت فاكر اني مراتك بجد؟ نيله دي روح اتنيل اعمل الشاي انت. ماشي، هتنيلي انا اعمل الشاي وانت تنيلي اعمل لنا الجوب. اما اكل السندوتش الاول. اما اكل السندوتش الاول. ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه، وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا عم شاهين لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا حبيبي. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس خليك جوا. انا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لبنى يا لبنى، لبنى لما حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر، اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. مش هسمع. انا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه، انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بلا عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير، كلكم. أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، أنا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، الأرض تنفذوا من سكاس. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جواز انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟